عندما خلق الله الناس منحهم حقوقاً خاصة بهم كبشر، وحيث أن هذه الحقوق هي منحة من الله للناس، فليس من حق أي مؤسسة أن تسلبهم إياها، بل إن الغرض الأساسي من مؤسسات الحكم هو أن تعمل على تأمين وحماية هذه الحقوق الممنوحة من الله للبشر. وهذه الحقوق ضرورية لبناء دول حرة تنعم بالعدالة والتقدم. الحق في الحياة. الحق في الحياة هو أساس كل الحقوق الأخرى، فإذا زال هذا الحق تصبح جميع الحقوق الأخرى باطلة. وحياة كل إنسان مقدسة لأنه مخلوق من الله، وحتى أكثر الناس فقراً وضعفاً فحياته قيمة بما لا يقاس عند الله. وعندما تفشل مؤسسات الدول في حماية هذا الحق تنتشر ثقافة الموت وتضعف الأمم ويتهددها الخطر نتيجة لذلك. الحق في الحرية. كل إنسان قد خلق من الله ليكون حراً لا مستعبداً، ولقد منح الله البشر الحرية في اختيار كيفية استخدام وقتهم ومواردهم وكيفية مباشرة أعمالهم واختيار أصدقائهم، بل وحتى الحرية في اختيار معتقداتهم الدينية. والعبادة لكي تكون حقيقية يجب أن تأتي طوعية ولا تفرض على الناس ضد إرادتهم. ولقد منح الله الإنسان حرية الاختيار ما بين طاعته أو عصيانه، وما بين عبادته أو الانصراف عنه، وفقاً لما يراه الإنسان أفضل بالنسبة له. إن حكومات الدول الحرة التي تتمتع بالعدالة والتقدم لا تفرض على مواطنيها الامتثال لمعتقد ديني بعينه أو ممارسته بالقوة، بل بالأحرى هي تحترم حق الناس في أن يعبدوا الله أو لا يعبدوه وفقاً لاقتناعهم الشخصي وحسب ما تمليه عليهم ضمائرهم.